توصيل الطلبات كانوا يستغلون لأنه ما معي تصريح أوصل الطلبات خارج منطقتي في عمان، وكانوا يطلبوا مبالغ كبيرة، يعني سعرها أكثر من سعر الطلبية نفسها. وتحدى حالي وصرت أوصل طلبياتي مشي على الأقدام بالفترة المسموحة. بفترة كورونا كانوا كتير الناس خايفين يعني يطلبوا كميات، فكنت أنا بفترة كورونا يعني خف الشغل كتير عندي، بس قبل كان الشغل كتير يعني كويس، وكنت أطلع كميات كبيرة وكنت أوزع محلات على بالمعارض، أشارك بالمعارض بالبازارات بالإيفنتات. بفترة كورونا كله هذا تسكر. ما كان في أيام كورونا أي دعم مادي من أي منظمة أو جمعية أو أي مؤسسة، لأنه ما كان كل شيء مسكر أيام كورونا، كله أونلاين كان. بعد كورونا بصراحة تحسن شوي، بس لسه مش زي قبل، يعني قبل الكورونا. ورجعت البازارات بس مش زي أول، بس يعني أصلح من أيام الكورونا.